السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، نتمنى كلشي يكون في احوال طيبه وتكونوا مزيانين بصحه جيده. الدرس ديال اليوم ان شاء الله هو لي بوتون دو غوز. غادي نديرو تذكير الوريقات لان كاين بعض الاخوات اللي لقاو فيها شي شويه ديال الصعوبه، فما فيها باس نديرو تذكير. الا بغيتو البنات شي درس ما فهمتوش مزيان وبغيتو نعاودو عفوا، ما كاين حتى شي مشكل، قولوها ليا ونعاود نديروه لايف اولا نعاود لكم درس هكذا ونحطو لكم. هاد لي بوتون دو غوز ان شاء الله غادي نديرهم اليوم بالغوز. غادي نحتاج غادي نديرهم بالغوز، غوز بيبي عندي في هاد لا مارك سو سوفت. عندي الغوز انديان في الفابريك 4403 غوز ماجنتا، وغادي نزيد الظل بالفوشيا هذا. الو غادي نقولوا بسم الله، نحللو بعدا شي شويه الرشمه كيفاش كتبان لينا. هاد لي بوطون راه مختلف فين، هادي واحد البوطون دو غوز اللي مازال ما بانتش فيها لا غوز، باقا مسدوده، باقا كلها خضره. هادي واحد البوطون اللي بدات كتفتح، بدات كتخرج منها الوريضه. الا لاحظتوا هادي وهادي وهادي وريقات، وهادي وريقه، وهادي وريقه، وهادو هاد لابارتي هادي هي الورده. هنايا فين بدات تخرج لنا الوريضه، غير هاد البارتي هادي هي اللي وريضه. هادو كلهم وريقات خضرين، هادي كلها غتكون ان شاء الله بالخضر. اذا نقولوا بسم الله. غادي نحتاج الخضر، نبدا بالخضر ديالي. غادي ناخذ 4417 نحطو حدايا. غادي نحتاج 4419 اولا 4418 اللي بغيتو. هادي فونسي شي شويه على هادي، حنا نديرو هادي، نديرو 18 4418 ها هي. وغادي نحتاج الابيض اللي غندير به الضو، هاو 4400. غادي ناخذ واحد البانسو رقيق وغادي نقول بسم الله. اذا نبداو بهادي اللي باقا كلها مسدوده واللي غادي تكون كلها خضره. حنا غنخدموها بيتال باغ بيتال، وريقه بوريقه. الفوق ديالها غيكون كلير، والتحت ديالها غيكون فونسي. حنا غنخدموها بلا تكنيك ديال تمازج الالوان، ولا بوينت ديالها الراس ديالها غيكون ضوي. بحال هاد الطريق ندوزو لا دوزيام. حنا قلنا بلي في الجدر ديالها كتكون مغلوقه، ولكن كتبان لينا بلي هاد الورقه هادي محطوطه ديجا فوق هاد الورقه، يعني البلاصه المحاديه بيناتهم غادي تكون ضلله في الوريقة التحتانية. بهذه الطريقة غنزيد هنا واحد شي شويه ديال الضو، لان هادي من الفوق باش تبان لينا بلي راها من الفوق. فوالا، وهادي غادي تكون ضويه من لا بوينت
وهابط. نتمنى يكون واضح ان هذه كتبان فوق من هذه. الو غادي نديروها حتى هي بالخضر. و الجدر هنا غيكون خضر، وهذه غادي نزيد نخضروها من هنا. حنا كنخدمو حنا كنحللو في الرشمه. فوالا والبيض بيان سيغ باش نضويو غنضويو من الفوق. حنا هابطين على الجنب اليمين وعلى الجنب اليسار لان ديجا هادي غتكون فوق هادو. انا كنخدم وانا كنمسح البانسو ديالي باش متغلبنيش الصباغه. على الجهه المحاديه مادام تكون هي لتحت ستكون غالقه. والجدر فوالا. وهذه الا كملناها غتولي هذه فوق من هذه. سو كيفي غادي ندير الخط هكذا هكا يعني هنا غيكون شويه ديال الظل. ونديرو الضو دابا نديرو الضو هنا من الفوق وهابط على هاد الجهه باش يبان فوق هذه وهادي. هادي راها مضلله من هنا ومن هنا يعني فيها الضو فقط في لا بوينت. فوالا غادي نقسمنا شي شويه نمسحو في الزويف ديالي. كنبدا من هنا البلاصه اللي كتكون فيها البيض بزاف كنبدا وكنبقى غادا وكنسميتو وانا غادا وكنهبط وانا غادا وكنهبط حتى ما كيبقاش البيض حتى كيولي اللون كله مندمج. غنزيد نفونسي شي شويه هنا فوالا. ثم هادو التحتانيين غنفونسيو هنا يعني هنا غيبيض. دائما انا كنخدم وانا كنحلل في الرشمه ديالي. القدر ديالي هنا شويه هكا ندوزو لهادي. هاد الطريقه دابا اللي استعملنا هنايا هي غادي نستعملو ان شاء الله في الورده اللي هي فيها لي بيطال بزاف اللي معقده شي شويه ماشي بحال الورده اللي درنا داك النهار سامبل ومحلوله. يعني غادي نخدموها هكذا بيطال بار بيطال كنخدمو وكنحللو.
هاد القضية ديال الضوء ضد البنات كنظن انها ولات عندكم واضحة، فقط خاصكم تشوفوا الرشمة تبان لكم الرشمة كيفاش دايرة. ثم هذه الأخيرة هنا الداخل بيان سور غيكون غالق، وهاد الكونتور ديالها غيكون غالق. نبينو دابا الضو، فوالا البنات نتمنى تجيكم سهله، ونتمنى البنات نشوف التطبيقات، راه ما كديروش التطبيقات بزاف فما كتشجعونيش. ملي كنلقى شي وحده تدير التطبيق راه كيعجبني الحال، كنحس براسي باللي تنعطي شي حاجه اللي كتفيد. فوالا البنات، ثم غادي نجي لهاد البلاصه التحتانيه، هذا داك القليب ديالها، والعود كنهبطو بالظل هكذا فواحد الجهة، هنا غيكون عندنا الضو، وهنا وهي هادي غتكون عندنا البوطون ديالنا اللي هي مسدودة وما فيهاش الوريده كتبان. ندوزو للثانيه، غنديرو نفس الشيء بالنسبه لهاد الوريقات هادو. نبداو دابا من التحتانيه اللي كتبان لينا اللي هي هادي، غندير لها الظل ديالها هنا وهنا هكذا، ونمشيه وانا غدا كنطلع حتى ما كيبقاش ليا الاندماج. نمسح شويه البانسو ديالي باش ما تغلبنيش الصباغه. هانتو، نتمنى البنات يكون واضح. ندوزو للثانية، اللي هي فوق من هادي وتحت من هادي.
قلنا هذه فوق من هذه ولكن تحت من هذه، يعني هنا اللي غيكون مضلل وكتبان باللي راها فوق من هذه، يعني الظل غيكون فقط هنا هكذا. نديرو الضوء، نديرو هذه الضوء ديالها هنا وهنا، نقص شوية من البيض في البانسو ديالي ونخدمها. فوالا ندوزو لهادي، هنا غيكون ظل، وهنا غيكون بهذا الطريق. ثم الضو غيكون هنا، نسي نقص هنا وفي لا بوينت. فوالا ندوزو للخرا ولا ما قبل الخرا، البنات سمحوا لي الا كان تيجي الفيديو طويل، راه ما كنلقى ما نقطع فيه، كنبغيكم تشوفوا المراحل ايتاب باغ ايتاب باش تستافدوا لو ماكسيموم. فتحملوا شي شويه وشوفوا الفيديو حتى الاخر. هادو تحت وهادي كتبان الفوق، يعني هنايا غيكون بيض وهنا غيكون بيض. هنا الجدر غيكون غالق. بقات لينا واحد البيطال، ها هي هنا صغيره، ها هي من هنا من التحت، يعني كاع الاجزاء ديالها المحاديين الوريقات اللي فوق منهم خصهم يكونوا مضللين. نديرو شويه بيض الفوق، نبينو هادي فوالا. هنا سالينا بهاد هاد اللاقم الخضراء، غادي نبداو ان شاء الله بهاد الغوز، الغوز بيبي. الغوز انديان او الغوز فوشيا. شوف انا لا هذا انا غير غنمسح البانسو ديالي، ما غاديش نفزكو، وغادي نبدا بهاد لابيطال الدخلانيه هادي، ها هي. الا كنتو باغيين تخدمو مثلا بزاف ديال البيطال حاولوا ما تخدموهمش وحده لاصقه في وحده باش ما تلفوش. نديرو مثلا هادي، فوالا. هنا غيكون مضلل
نخليو الغوز الفوق غوز بيبي. هنا غيكون مضلل فوالا، عندي الغوز كتير، ندوزو لهادي، هادي تحت من هادي، يعني هنا غيكون ضوء وهنا غيكون ضوء وهنا غيكون ظل فقط هنا. ثم هاد الأخيرة هاد لو غوز بيبي نورمالمون كانت نديرها غوز غوز انديان وندير الضو بالغوز بيبي. انا بديت نيشان بالغوز بيبي بحال راني درت الضو، فقط كنزيد الظل. تما زوج هنا درناه، غادي ناخد واحد البانسو اللي هو رقيق شي شويه ونزيد الفوشيا. هاد القضيه اللي طرات ليا دابا البنات اللي طاحت ليا البانسو من يدي، اوغوزمون كو البانسو ناشف ما فيهش صباغه. مردوا البال لا تكونوا كتخدموا طيح لكم البانسو فوق الثوب وهي فيها صباغه، راه غتخسر لكم كلشي. ثم كنعاود نتراسي هذاك الظل هانتوما البنات. من بعد ما زدت هنا شي شويه ديال الظل باش نبين شي شويه الرشمه، هكذا غادي ناخد دابا البيض اللي غنبين به شويه ديال الضوء هنايا في هاد لا بوينت وفي هاد لا بوينت باش تبان فين هي لا فان ديال الوريقه هكذا. وهنا على طول هاد الورقه هادي حتى لهاد البلاصه وهادي من هاد الجنب ومن هاد الجنب. وكنمشيو غير بشويه هنا خصو يبان غالق هنا هاد البارتي هادي خصها تبان شي شويه غالقه فوالا. ثم ما نحاولوش نخليو داك نحاولوا ندمجوا مزيان اللون فوالا. نتمنى
تعجبكم، نزيد نفونسي واحد شي شويه، ما جاتنيش فونسي بزاف. هلا غير بلا بوينت ديال سميتو، لان البلاصه فين كنخدم صغيره، وهنا وهنا فوالا. نتمنى البنات تعجبكم، طبقوها ونشوفها ونصحوها انصامبل. انا ان شاء الله في الاخر ديال هذا الفيديو غادي نحط لكم تطبيقات ديال بعض الاخوات اللي طبقوا، سواء في الورقه سواء في الورده اللي فاتت. وهي هذه الوريده ديالنا، نكملوا الجزء السفلي ديالها. هنا غيكون فونسي، عرفتي البنات راني كنحك مزيان في الثوب باش ما يبقاش يبان ليا هذاك الفرق بين الجوج الوان. ملي نشوف الصباغه كتغلبني كنقص منها في الثوب، في داك الطريف الزويف اللي عندي. ثم بالبيض غادي ندير الضو هنا، والضو هنا من واحد الجهة فقط. وهي هذه الوريده ديالنا، هادو غنحيدهم لان حنا سالينا الوريدات. غادي ناخذ البانسو ديالي رقم 6، بانسو العزيز وغادي نخدمو هاد الوريقات. نخدمو هذه بطريقه ديال التمازج، نديرو هنا خضر نديرو هنا فرنسي مثلا، وندير مثلا فوق صفر، هادشي الا كنتو غتزربو. اما الا ما كنتوش غتزربو غتبداو مثلا بالصفر غتخدمو وعاد تزيدو اللون الثاني وانتوما كتخدموه. انا غندير ليه بهذه الطريقه هذه حيت غادي ناخذ هذا. البنات وقف لي التصوير لان مابقاش عندي لي سباس. ها هي انا كملتها، نحاول نبين لكم كملتها بالبانسو هذا، حكيتها مزيان حتى ندمجوا ليا الالوان. ومن بعد غادي ناخذ البانسو ديالي الرقيق وغادي ندير الخط الوسطاني العريق الوسطاني. لا فينيسيون الكحله راه تنقول لكم انا ماشي ضروريه، اللي بغى يديرها يديرها واللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. والسلام.
ها هي درناها. الورقة الثانية غنحاول نخدم شي شوية أسرع، لأن الاسباس ما بقاليش، يقدر يتطفى لي عاوتاني. هنا قلنا كنخدمو نص بنص، نقدر مثلا في الاول نخدم الورقه بحال هكذا كامله، نديرها كامله خضراء، ثم كنتراسي بالخضر الغالق النص وتنطلعو الفوق. ومن الفوق غادي نتراسيه ونهبط لتحت. ثم بالابيض غنتراسي النص للجهه الثانيه. البنات راه عاوتاني تقطع ليا، درت البيض عاوتاني من هنا وجريته، والبيض من هنا وطلعته، فعطاني هذا الاندماج. هذا الورقه كنديروا لا ميم شوز كو هادي، اللي غادي نزيدو فيه انا غنزيدو في هادي نيشان، وهو هذيك القلبه اللي كتكون تتكون هكذا بيضه هكذا، خاصها تكون من هنا مقنته ومن هنا مقنته وتكون بيضة. على هكذا من هنا نخدموها شي شويه يدخل في يبان في هذاك لو فيغ، ولكن الحافه ديالها تكون بالبيض. وهذه هي النتيجه ديال الفيديو ديال اليوم البنات، نتمنى يعجبكم وتطبقوه وتوريوه ليا باش تشجعوني حتى انا نعرف راسي كنعطي شي حاجه اللي هي مفيده. ما تنساوش البنات الاشتراك في القناه فضلا وليس امرا اكيد، ما تنساوش ديروا ليه بارطاجي باش تعمل الفائده، وما تنساوش تخليوا ليا لايك وكومونتير غادي تفرحوني اكيد. ونخليكم في امان الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.